عبيدات موظف بالجماعة، كذلك رئيس وطني المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، بدورنا كذلك احنا كهيئة حقوقية فكنديروا قرار تاع النيابة العامة اللي قضى باعتقال الزميل والإطار المتصرف بجماعة أسفي السي حسن. هذا الاعتقال اعتبرنا على أنه اعتقال تعسفي لأنه لا يستند إلى أي ركائز يمكن أن يكون هذا الاعتقال عنده الصفة القانونية دياله. احنا ما فهمناش كهيئة حقوقية كيف تم استبعاد الشهود بعد أن أنصتت إليهم الفرقة الأمنية، كذلك تعامل النيابة العامة بعجرفة مع كل الحاضرين الموظفين وتحويلهم تحويل بعضهم من مشتكون إلى متهمون، وكانت واحد الموظفة أكدت الوكيل على أنها ما غتمضيش لأن هي شاكية بعد ما اطلعت على ورقة الاستدعاء الجلسة اللي كتضمنها كمتهمة، وبالتالي تم التطمين ديالها طمأنتها. وهذا ما عرفش النيابة العامة علاش كانت باغا توصل في هذا الباب. هذا لابد ان اذكر بالعمل اللي قامت به الجماعه في هذه الجائحه ديال كورونا. الجماعه والموظفين الجماعه من صغيرهم الى كبيرهم من مستخدمين اطارهم، فكانوا من الصفوف الاماميه خدموا بكل جراه ونكران الذات، فما يمكنش ان يكون المصير ديالهم هكذا او الجزاء ديالهم بحال هذا الشكل هذا. احنا كهيئه حقوقيه سوف نراسل الوكيل العام لدى محكمة النقد قسم النيابة العامة على شلو على هذا الخرق هذا، وبعد ما أن حصلنا على الوثائق اللي كتبت على أن مسألة الاعتقال هي مسألة كانت مستبعدة جدا، لأن الموظف الإطار المتصرف السي حسن له من الضمانات الكافية ما يغني عن الاعتقال، يعني الضمانات الكافية لحضور ومتابعة في حال صراح. خلاصة احنا كهيئة حقوقية لا نتمنى أن يكون قضاءنا وخاصة النيابة العامة بهذا الشكل هذا وبقراراتها المتسرعة في الوقت اللي الدولة كاملة كتسعى إلى فرض عقوبات بديلة عن العقوبات الحبسية. النيابة العامة كان عندها رأي آخر وكان عندها اتجاه آخر ضد كل هذه القرارات اللي يمكن أنها تجي مستقبلية واللي بدأت الدولة كتنفذ فيها. عندنا الحق احنا كهيئة حقوقية إلى جانب جميع الموظفين أننا نأخذ جميع الأساليب النضالية اللي يمكن أننا ندافعوا بها على حق الصديق ديالنا والزميل ديالنا المشهود له بالكفاءة المهنية وبالصدق في المعاملة وبتحمل مسؤولية تاعت الموظفين، خاصة أنه كاتب عام ديال جمعية الموظفين واللي كانت سهرات على توفير السكن اللائق للموظفين والمستخدمين. هذا والسلام عليكم. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.